وصلنا لمساحتنا الطبية والخاصة بالطب التكميلي والأعشاب. رح نحكي اليوم عن خيرات الأرض السورية، عن دور الأعشاب المهمة والداعمة بعلاج التوحد، مع دكتور شادي الخطيب رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. نهاركم سعيد، يعطيكم العافية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن أهمية الأعشاب لعلاج الأمراض وتعزيز المناعة. هي اول شيء مثل ما تفضلتي حضرتك، نحن الاعشاب الطبيه هي مواد متوفره بين ايدينا وهي طبيعيه بمكونات مهمه، ممكن فيتامينات، معادن، بعض المركبات اللي نحن بنسميها مستخلبات سنويه بينتجها النبات، ممكن بعض النبات المركبات يكون لها دور بحياه النبات، ممكن مركبات اخرى بينتجها النبات فقط لا تستخدم من قبل الانسان ضمن الأدوية، وبالتالي سبحان الله يعني رب العالمين جعل هذا النبات مصنع لإنتاج مجموعة من المركبات اللي ممكن هو ما بيحتاجها بحياته لحتى نحن نكتشفها ونستخدمها سواء في الوقاية أو علاج بعض الأمراض. ومن هون تكمن فكرة هذا التراث الطبي القديم للشعوب كلياتها اللي قدرت تجرب هالنباتات وتسجيلها التجارب، إحصاءها وتدوينها ونقلها من عصر إلى عصر، بنسميه نحن بالطب الشعبي traditional medicine. الحقيقة نحن اليوم عم نستفيد منه كتير، ومنظمة الصحة العالمية مؤخرا من خلال استراتيجيات متعددة صارت تركز على أهمية الاستفادة من خبرات الشعوب في المعالجة. ومن أهم هي خلينا نقول التجارب كان علاج الملاريا، اعتمدوا على علاج موجود في الصين شعبي للملاريا من خلال نبات بنسميه الارتميزيا او الشيح، عندنا منه نحن موجود بسوريا الشيح الابيض. طبعا استخلصوا مركب، شافوا انه الاهالي عم يستخدموا هذا النبات وعم يعطي نتائج مهمه، فعمموا تجربه غير مكلفه ممكن استخدامها في الاماكن الفقيره اللي ما عندهم امكانيه لاستخدام العلاج الكيميائي. بنقيس على ذلك ايضا في سلوك بعض الشعوب مثلا باستخدام اليقطين، بيستخدموا اليقطين، وجدوا بانه هدول الشعوب بيستخدموا اليقطين وبذوره بمأكولاتهم، ما بيصير عندهم الرجال وما بيصير عندهم تضخم بروستات. فلما اللي فحصوا الموضوع وجدوا بانه اليقطين فيه ماده اسمها بيتا سيتوستيرول، وانه هذه الماده تساعد في تخفيف تضخم بروستات والتهاب البروستات، وبالتالي عمموا هذا الدواء وتم استخدامه. ومن هون يعني تتاتى اهميه الطب الطبيعي اللي هو يستخدم مركبات طبيعيه موجوده بحياتنا. ومثل ما تفضلتي ما يتعلق بموضوع المناعه مهم جدا، نحن اليوم بحاجه دائمه لدعم مناعه الاطفال والكبار لتغلب على الامراض، ومن منهم كوفيد 19 اللي نحن اليوم وجدوا بانه المناعه هي العنصر الاساسي اللي بيحدد انه هذا الشخص راح يتاثر، سواء تمت الاصابه او ما تمت راح يتاثر ويتابع حياته بعد المرض ولا راح ياثر على حياته. وحقيقه مرتبط موضوع المناعه بكثير اشياء، من ضمنها استخدام مركبات طبيعيه محفزه. نضرب مثال الشوفان مثلا، فيه مركب اسمه البيتا جلوكان يساعد على تحويل الخلايا البارعة الكبيرة في الجسم إلى شكل مفعل، بتكون أكثر فعالية، أكثر قدرة على مواجهة الأخطار الخارجية والتغلب عليها. نعم دكتور، خلينا لك عن بعد ما عملنا هيك إضاءة على أهمية الطب التكميلي أو مثل ما قلنا الطب الأعشاب اللي نحن عنا كتير منه بسوريا، خلينا نحكي عن دور الأعشاب بعلاج التوحد الشائع جدا حاليا عند الأطفال. تمام. أول شيء الحقيقة موضوع التوحد موضوع يعني اضطراب سلوكي، ومن الاسم بنشوف نحن أنه في حالة انعزالية وحدانية للطفل. عادة حسب الإحصاءات تتراوح النسبة بين الواحد على 160 لا واحد على 1000 من الأطفال ممكن يكون مصابين. طبعا عند الذكور، عند الأطفال الذكور بيكون حوالي 4 أضعاف أكثر من الإناث. البعض بيعزي إلى يعني حالة وراثية. في دراسات حديثة صارت يعني تشوف بأنه في ارتفاع بنسبة المعادن الثقيلة أو التسمم بالمعادن الثقيلة عند الأطفال المصابين بتوحد. وبالتالي من هون بلشت التوجهات بعمل دراسات على استخدام خليني أقول مواد طبيعية خالبة بنسميها للمعادن الثقيلة لحتى تطرحها خارج الجسم، لأنه المعدن الثقيل معدن ذو شحنة يستطيع أنه يتغلغل في أنسجة الجسم ومنشوفه بلش يتراكم، وعملية اطراحه
تكون كتير صعبة، لذلك استخدام هذه المركبات الطبيعية اللي بتساعد على عملية خلب الشوارد بيكون لها دور مهم. الحقيقة نحن بخضم عملنا على بعض النباتات المضادة للسموم واللي مذكورة بالطب الشعبي السوري أو العربي السوري، منهم نبات القرص عني الحقيقة والكزبرة من النباتات المهمة جدا والمستخدمة شعبيا للتسمم. قرص عني معروف عنه بأنه هنا بيستخدموه بعد حالات تسمم لدغة حشرات وأفاعي، ممكن يستخدم ويعطي نتائج مهمة، فهو فيه له دور بشكل ما مضاد للسموم. اليوم نحن بلشنا دراسة الحقيقة بالزجاج، وجدنا دراسة ضمن المخبر بجامعة تشرين، طبعا من خلال الدراسة بجامعة دمشق بتعاون مع جامعة تشرين معهد علي للبحوث البحرية، وجدنا بأنه فعلا في تأثير خالب للمعادن الثقيلة، معدن الرصاص والكادميوم على وجه الخصوص وبشكل أقل الزئبق والزرنيخ. وجدنا من خلال الدراسة بأنهم في حوالي فعالية تصل إلى 60-65% عملية اضمصاص لهذه الشوارد وسحبة من الشوارد، هذه السحبة من مكان بتكون متراكمة فيه. انتقلنا لتجربة سريرية الحقيقة بالتعاون مع مصفاة بانياس، تم التجربة على مجموعة من عمال اللي بهنن بالمحطات اللي قريبة من مباشرة بالتعامل مع محطة التحلية الحقيقة، ومن خلال حصول الموافقات الأخلاقية اللازمة من الجهات المختصة تم تجربة هذا الموضوع، وجدنا فعلا أنه في فعالية بخفض المعادن الثقيلة اللي قد يكون متسمم بها الأشخاص. طبعا من خلال هون نحن انتقلنا لمسألة التوحد في تعاون مع بعض الأطباء الحقيقة، وجدنا فعلا بانه نحن في فعاليه باستخدام هذا المركب. عالميا في مركب مشابه بيشتغلوا على الكزبره، لذلك نحن الكزبره موجوده عندنا بسوريا ونبات القرص عندنا موجود، فمن من هذا المنطلق استخدام هذه النباتات ساعد على تخفيف يعني كميه المعادن الثقيله المتراكمه في الجسم، وتم التاكد من هذا الموضوع من خلال تحليل عينه الشعر بتعطينا يعني النتيجه المطلوبه. الحقيقه من هون طبعا بستغل الفرصه بوجه الشكر لكل الناس اللي كانوا معنا، طبعا هي كان باشراف الاستاذ دكتور محمد عصام حسن اغا والاستاذ دكتور عبد الحكيم نتوف بجامعه دمشق، بالاضافه الى التعاون مع الدكتور احمد قرع علي من جامعه تشرين، وحاليا مع الدكتوره هاله شاهين لنعمم التجربه اكثر على استخدامها لنشوف امكانيه انه نحن نستخدم هذه الكزبره السوريه. واليوم بقول للجميع نحن اليوم الكزبره ممكن استخدامها بالبيت، عامل مهم جدا ليخفف من تراكم معادن الثقيله، وتعتبر من العوامل الاكثر انتشارا عالميا في هذا الموضوع، فعاليته كثير عاليه. طبعا الدكتوره علا مصطفى كمان من جامعه البعث كان فريق عمل كبير، نحن اشتغلنا بهذا الاتجاه وان شاء الله رح يكون في نتائج مهمه بهذا الاتجاه. اكيد بنوجه لهم كثير تحيه ونتمنى الصحه والسلامه للجميع. دكتور خلينا نصائح اخيره للاعشاب المفيده بفصل الشتاء شو هي؟ تمام، اليوم نحن بفصل الشتاء بنركز على زعتر البري، النعنع الفلفلي اللي متوفر نحن عندنا او النعنع البري كمان السوري، الزوفة، البابونج، المليسة، الختمية، اهم اعشاب هذول موجودين للجهاز التنفسي الحقيقة. نحن فينا نستخدمهم طبعا بشكل منقوع، ما بصير نغلي الاعشاب هي لانه فيها زيت عطري، مجرد ما عرضناها للغليان فقدنا زيت العطري الموجود فيها، بنغلي المي وبنسقطها بالمي السخنه وبنغطيها 10 دقائق. اما موضوع الهضمي فنحن عندنا اليانسون والكراويه والكمون مع النعنع، مفيده للي عندهم مشاكل هضميه، تشنج كولون، مشاكل تشنج كولون عصبي، اللي عم بيشتكوا من مشاكل غازات خلينا نقول واضطرابات هضميه مهمة جدا. حالات الإمساك لما يكون في عندي إمساك نحن كيف ممكن نتعامل معه؟ بنستخدم الحقيقة الختمية آمنة جدا، زيت الزيتون مهم، بالإضافة إلى الخبيزة، نبات الخبيزة نبات سوري منتشر كتير، فيه مواد لعابية ممكن استخدامه، ما بيأثر على حركة الأمعاء. وننتبه هون من نقطة حسب دراسة عملناها أنه في المجتمع السوري منتشر استخدام السنمكي والعشرق كملين بشكل كتير كبير. حقيقة دراسة ورجتنا بأنه نحن في كتير من الناس بيستخدموها بغرض التنحيف وبغرض التليين، وفي ناس معتادين عليها لسنوات،
وفي منهم وصلوا لمرحله صار في عندهم كسل معوي، ما بقى يصير في عندهم امكانيه التخلص من الكتله البرازيه الا باستخدام هذا الملين اللي فيه مركب الانتراكينون. من النبه نحن لازم ما نستخدم لفتره طويله السلمكي لانه له تاثيرات جانبيه كثير. البدائل بسيطه، كتان، بذر الكتان مهم جدا، امن، بيعطي نتائج مهمه، سواء البذر او الزيت باي طريقه من طرق الاستخدام. الختميه والخبيزه مثل ما قلنا هن المركبات بتساعد على الخروج بشكل امن ولين. في الكركديه كمان من النباتات اللي كمان لها تاثير ملطف للهضم وهو طعمه مقبول جدا ومتوفر بين ايدينا. وبالتالي لازم ننتبه نحن من استخدام النباتات اللي قد يكون لاستخدامها فترات طويله تاثيرات جانبيه. وهذا الكلام نحن يعني مهم نستخدم النباتات السوريه اللي هي موجوده كثير، اكليل الجبل والميراميه مهمين لتنشيط الذاكره وخاصه للطلاب، للاشخاص اللي عم بيعانوا مشاكل بالترويه الدمويه مهم جدا. وحقيقه اكليل الجبل من النباتات المهمه والمتوفره كثير في بلدنا. اكيد استخدامهم بيكون باعتدال. شكرا دكتور، شكرا لنصائحك القيمه. شكرا شكرا لنا دكتور، اعطيتنا هيك نصائح كثيره. كل العالم عرفوا استخدامات الاعشاب بفصل الشتاء، هلا مقبلين ان شاء الله على فصل الربيع كمان رح نستضيفك لنعرف اهم يمكن الاشياء العشبيه المفروض انه نتناولها او ما رسال كمان بحياتنا اليوميه. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، يعطيك العافيه.